49 عضوا بالاتحاد الإفريقي يوقعون على اتفاقية التجارة القارية الحرة. وزير الداخلية الألماني يتراجع عن استقالته بعد التوصل إلى اتفاق مع حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي بزعامة ميركل. حصاد أخباري جديد يأتيكم من أونلايف، أهلا بكم. أهلا بكم مشاهدي الكرام إلى تفاصيل حصاد الليلة من أونلايف. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي باستكمال خطة رفع كفاءة شبكة السكك الحديدية وإنشاء شبكة جديدة مخصصة لنقل البضائع وربط مناطق الإنتاج بالموانئ ورفع كفاءة شبكة الطرق لاستيعاب الزيادات المتوقعة في حركة البضائع باستخدام أنظمة النقل الذكي والتحصيل الإلكتروني. وقد أكد السيسي خلال اجتماع مع وزير النقل ورئيس هيئة قناة السويس ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، أكد على ضرورة الاستفادة من الخبرات السابقة في هذا المجال. كما أكد السيسي أهمية الاستمرار في تطوير وسائل النقل بمختلف أنواعها، وأشار إلى دورها الرئيس في إطار خطة التنمية الاقتصادية وتسهيل حركة وانتقال المواطنين. كما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإسراع في إتمام دراسة تطوير المنظومة التأمينية على الطرق وتوفير وسيلة فعالة تساعد المواطنين على التخفيف من آثار حوادث الطرق. كما شدد الرئيس على أهمية توفير مختلف الخدمات الأساسية على الطرق السريعة، فضلا عن استمرار العمل على تحقيق أعلى مستويات الأمن والسلامة في قطاع النقل. بناء على تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تم إعادة فتح معبر رفح البري أمام حركتي السفر والوصول وعبور الحالات الإنسانية والعالقين، وكذا المساعدات الإنسانية لتخفيف المعاناة عن مواطني قطاع غزة. أصدر رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قرارا بحظر التجوال في بعض مناطق شمال سيناء، وتضمن القرار أن تكون توقيتات حظر التجوال من 7 مساء حتى 6 من صباح اليوم التالي عدا العريش والطريق الدولي من كمين الميدان وحتى مدخل مدينة العريش من الغرب، ليكون من 1 صباحا وحتى 5 صباح نفس اليوم، على أن يبدأ تطبيق القرار من 14 يوليو الجاري. يبدأ وزير الخارجية سامح شكري اليوم جولة أوروبية تشمل كل من ألمانيا والنمسا. وصرح المتحدث الرسمي باسم الخارجية سفير أحمد أبو زيد بأن الجولة تهدف لتعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وألمانيا والنمسا وبالتنسيق مع الشركاء الأوروبيين. كما أوضح أن برنامج زيارة شكري يشمل عددا من اللقاءات مع المسؤولين الألمان بكل من الحكومة والبرلمان. وفيما يتعلق بزيارة شكري إلى النمسا، أوضح أبو زيد أنها تشمل لقاء المستشار سباستيان كورز ووزيرة الخارجية، وتناقش سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية. عقد رئيس البرلمان العربي مشعل بن فهم السلمي مؤتمرا صحفيا يستعرض من خلاله خطط عمل البرلمان بشأن فلسطين عقب نقل السفارة الأمريكية إلى مدينة القدس العربية. أولا، نحن ندعو مجلس الأمن الدولي لاستنكار وإدانة الجرائم الوحشية بحق الشعب الفلسطيني العازل، وإجبار القوة القائمة بالاحتلال على تطبيق قرارات الشرعية الدولية، والتأكيد على أن قرار الإدارة الأمريكية بنقل سفارتها إلى مدينة القدس باطل ومخالف للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. دعوة الأمم المتحدة لعقد مؤتمر دولي لرعاية عملية السلام الجاد والشامل والعادل وفق قرارات الشرعية الدولية. مخاطبة برلمان الدنمارك وتثمين ما قام به بإصدار قرار يمنع الاستثمار في المستوطنات الإسرائيلية. مخاطبة برلمان دولة بارغواي وبرلمان غواتيمالا، هذه الدول التي نقلت، هذه الدول التي استجابت ونقلت سفاراتها إلى مدينة القدس، وإبلاغهما إدانة واستنكار البرلمان العربي لإجراءات نقل سفارتيه من القدس. أيضا مخاطبة برلمانات الدول التي أبدت نيتها لنقل سفاراتها إلى القدس أو صوتت ضد قرار الجمعية العامة بشأن القدس.
ومن جانبي أكد نائب رئيس لجنة فلسطين عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير عزام الأحمد أكد أن البرلمان العربي لعب دورا أساسيا في توحيد الموقف العربي بشأن فلسطين، كما أكد بأن الولايات المتحدة لم تعد مؤهلة لرعاية عملية السلام. تحركنا على الصعيد الإقليمي مع البرلمانات الإقليمية والبرلمانات الوطنية في دول يعني مختلف دول العالم واتحاد البرلمان الدولي ومجلس حقوق الإنسان والأمم المتحدة وغيرها. سنواصل هذا التحرك لعزل الموقف الأمريكي وعزل الموقف الإسرائيلي والتصدي له. استمرار التحرك وتواصله وصلابات الموقف العربي الموحد على كافة الصعود ليس فقط البرلمانية، أنا بتقديري سنفشل التحرك الأمريكي التي تحاول الآن يعني البحث عن أسلوب جديد لتدخل به. اتصالات مباشرة تمت وفي معركة خضناها في اتحاد البرلمان الدولي ونجحنا في عندما توحد الموقف البرلماني العربي البرلمانات العربية مع الدول الإسلامية مع معظم البرلمانات الإفريقية نجحنا في اتخاذ قرار لأول مرة في ضد إسرائيل ومحاصرتها. في سوريا استعاد الجيش العربي السوري السيطرة على بلدة المسفرة شرقي محافظة درعا بعد اشتباكات عنيفة مع المعارضة المسلحة، وذكرت وسائل إعلام رسمية أن وحدات من الجيش خاضت خلال الساعات القليلة الماضية اشتباكات مع المسلحين في البلدة انتهت بالقضاء على عدد منهم والسيطرة عليها. ولفتت الوسائل إلى أن القوات تقوم بتمشيط البلدة وتطهيرها من المتفجرات تمهيدا لعودة الأهالي إلى منازلهم. وعلى صعيد مغير، أعلنت الأمم المتحدة تجاوز عدد النازحين في جنوب سوريا 270,000 نتيجة العمليات العسكرية الأخيرة. وقال متحدث باسم مفوضية شؤون اللاجئين أن المفوضية كانت تتوقع أن يصل عدد النازحين إلى 200,000 لكنه تجاوز الرقم المتوقع. وقد أجبرت العمليات العسكرية عشرات الآلاف من المدنيين على الفرار من بلداتهم وقراهم خصوصا في الريف الشرقي، وتوجه معظمهم إلى المنطقة الحدودية مع الأردن. هذا القصف اللي اجانا هذه المره مو مثل اي قصف، فدوبنا لحقنا حالنا وطلعنا اولادنا ونسواننا من تحت الانقاض، يعني هربنا من القصف واجينا قعدنا على شيك الاردني على اساس انه شو فوت العالم بس يعني تقاو مشان شو مشان امان يعني، ومعنا نسوان حوامل معنا نسوان كبيره عندها امراض. لا ظل لنا اولاد ولا ظل لنا بيوت ولا ابواب نتقاوى فيها، قاعدين بالتراب ريحه مي ما في نغسل وجوهنا ولا ايدينا، لا في نشرب ولا في اكل، ندور قاعدين على الاكل دوارة الخبز اليابس، والله والله بناكل خبز يابس قاعدين منكسر وبناكل. في اليمن وصل المبعوث الأممي مارتن جريفيث إلى العاصمة صنعاء في إطار مساعيه لاستئناف العملية السياسية بالبلاد. وأفاد مصدر دبلوماسي يمني أن المبعوث الأممي سيعرض خلال لقاءاته بقيادات الحوثي اتفاقا للانسحاب من مدينة الحديدة ومنائها قبيل عرض رؤيته لاستئناف المفاوضات بين كافة الأطراف اليمنية أمام مجلس الأمن الدولي الأسبوع المقبل لإقرارها والبدء فيها. على الصعيد الميداني، استهدفت مقاتلات التحالف العربي مقرا لقيادات ميليشيا الحوثي في مديرية زبيد بمحافظة الحديدة. ويأتي هذا فيما قام الجيش اليمني بتمشيط مناطق واسعة بمديرية التحيتة جنوبية الحديدة في إطار عملياتها العسكرية لتعقب الحوثيين. أكد التحالف العربي في اليمن استمرار إصدار تصاريح للسفر للسفن المتجهة لميناء الحديدة، وجدد المتحدث باسم التحالف التركي المالكي في مؤتمر صحفي اتهامه للحوثيين بعرقلة وصول السفن للميناء. التصاريح الممنوحة لميناء الحديدة والتي تم الإعلان عنها في الفترة الماضية، هذا اليوم تم أيضا التصريح خلال 24 الساعة الماضية بعدد واحد تصريح لسفينة متجهة إلى ميناء الحديدة. كافة التصاريح تمنح لميناء الحديدة. أوضحنا في اليومين السابقة ما تقوم به الميليشيات الحوثية من تعطيل وعرقلة وصول السفن إلى ميناء الحديدة. كان هناك سفينة أو سفينتين، هي السفينة Great Kay والسفينة MT رهونة، أمضت أكثر من 69 يوم في منطقة الانتظار بعد أن قام التحالف بالإعلان عنها. كما تم المالكي إيران بدعم الحوثيين بأسلحة
متطورة في مخالفة واضحة لقواعد القانون الدولي. جميع القيادات الحوثية مهما حاولت من تغيير مكان نومها، مهما حاولت التنقل بالدراجات النارية أو السيارات المتسخة في داخل العاصمة صنعاء أو مدينة صنعاء أو كافة المدن اليمنية، هم تحت مرأة ومنظر من قيادة القوات المشتركة للتحالف، ويتم تتبعهم ولاعتبارات إنسانية ولحياة المدنيين يتم على المحافظة عليها. المجتمع الدولي تقع عليه مسؤولية كاملة في وضع المسؤولية على النظام الإيراني في تهريب هذه الصواريخ وهذه القدرات النوعية، سواء كان للميليشيات الإنقلابية أو الجماعات الإرهابية أو تجارة أو تجار السلاح حول العالم. في بلاد الرافدين، ومع انتهاء الدورة النيابية الثالثة، دخل العراق في فراغ تشريعي هو الأول منذ 15 عاما، ولم تنجح محاولات بعض الكتل النيابية في الحيلولة دون بلوغه من خلال مساعيها لاستصدار قرار نيابي بإعادة الفرز اليدوي الشامل لنتائج الانتخابات الأخيرة، عملية كانت لتفتح الباب أمام استمرار عمل البرلمان المنتهية ولايته لأشهر. دخل العراق مرحلة فراغ دستوري بعد أن انتهت ولاية البرلمان دون تمديد، وعدم وجود برلمان يملأ هذا الفراغ يعد الأول من نوعه منذ 15 عاما. اعتراضات الكتل السياسية والاتهامات بالتزوير التي شابت نتائج الانتخابات أدت في نهاية المطاف إلى قرار من المحكمة الاتحادية العليا، أعلى سلطة قضائية في العراق، بإعادة فرز ما يقارب من 11 مليون صوت يدويا في الانتخابات، إضافة إلى انتداب 9 قضاة للإشراف على هذا الأمر بدلا من أعضاء المفوضية. للأسف الشديد شابت عملية الانتخابات الكثير من التلاعب المبرمج والممنهج، أكرر، التلاعب المبرمج والممنهج قبل البدء بالعملية وأثنائها وبعدها من قبل مجلس المفوضين وكذلك الكيانات السياسية والمرشحين. أما الحكومة فتستمر بعملها وتناط بها مهمة تصريف الأعمال اليومية رغم الجدل حول هذه المفردة، فبعض القانونيين يقولون إن الحكومة تتمتع بالصلاحيات التامة وقادرة على اتخاذ القرارات المهمة والحساسة التي تتعلق بالملفين الأمني والعسكري وكذلك في الملفات الاقتصادية وتسيير شؤون البلاد العامة، لكنها ستكون مقيدة، فلن يكون لها الحق بعد الآن في توقيع اتفاقيات أو عقد أي تفاهمات دولية أو اتخاذ أي قرار أو تشريع قانون يحتاج إلى تصديق البرلمان إلا فيما يتعلق بأمن الدولة وسيادتها. فهذه المفوضية بهذه الحالة التي أشرفت على انتخابات كبيرة التي يتعلق برسم خارطة الطريق إلى تحديد مؤسسات أخرى وهي المؤسسة التنفيذية والمؤسسة رئاسة الجمهورية وبعد ذلك كل الوزراء الذين يتم التصويت عليهم، كل هذه بدأت في من خلال هذه الانتخابات، ومجالس المحافظات التي تأتي بعدها سوف لن تكون أقل من هذه الانتخابات التي أجريت. ومع فتح احتمالات لتعقيد المشهد السياسي في العراق إذا تحولت عملية إعادة العد والفرز اليدوي إلى مفاتيح للصراعات السياسية، إذا ما كان هناك رفض للنتائج في حال خسر الفائزون وربح الخاسرون، ما يدخل البلاد في مرحلة سياسية جديدة تتعالى فيها مطالب إعادة الانتخابات بالكامل وما يرافقها من إشكاليات وعوائق. عقدت لجنة حقوق الإنسان العربية، لجنة الميثاق، دورتها 14 المخصصة لمناقشة التقرير الدوري الأول والمقدم من العراق بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، وذلك في إطار تنفيذ أحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان. وقد قدمت العراق تقريرها إلى اللجنة إعمالا لنصوص أحكام الميثاق العربي لتقييم مدى امتثال تشريعاتها وممارساتها لأحكامه. وتعقد اللجنة جلسات عمل مغلقة تقتصر على أعضائها على مدى 3 أيام قبل وبعد عقد الدورة لدراسة تقديم التوصيات إلى الدولة الطرف بشأن تعزيز حماية حقوق الإنسان. مؤكدا رفض البرلمان العربي للتدخلات الخارجية في الشأن الداخلي لجمهورية العراق ودعم المصالحة الوطنية بين أبناء الشعب العراقي ودعم البرلمان العربي لجهود العراق في محاربة الإرهاب والتأكيد على العمق العربي للعراق وضرورة عودته لممارسة دوره الطبيعي في العمل العربي المشترك خدمة لقضايا ومصالح الأمة العربية.
ونأمل أن تكون الانتخابات النيابية التي جرت في العراق مؤخرا بوابة لعودة الاستقرار والطمأنينة للشعب العراقي، وأن تفضي إلى ترسيخ الوحدة الوطنية وتعزز روح المواطنة والمصالحة الوطنية بما يضمن وحدة واستقرار العراق. في شأن آخر، اعتقلت كل من السلطات البلجيكية والفرنسية والألمانية 6 أشخاص بينهم دبلوماسي إيراني للاشتباه بضلوعهم في التخطيط لتفجير تجمع للمعارضة الإيرانية في فرنسا. وأفاد النائب العام البلجيكي أن متهمين 2 يحملان الجنسية البلجيكية ومن أصل إيرانية يشتبه بأنهما حاولا تنفيذ تفجير السبت الماضي في ضاحية فالبنت في باريس خلال مؤتمر المقاومة الإيرانية. عثرت قوات الإنقاذ التايلاندية على 12 صبيا ومدربهم أحياء في كهف فقدوا فيه منذ 10 أيام شمالي البلاد. وقد أوضح حاكم مقاطعة شانغراي أنه تم إنقاذ المفقودين جميعا. هذا وكان الصبية الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و16 عاما ومدربهم البالغ من العمر 25 عاما قد حاصرهم فيضان إثر دخولهم الكهف. وقد أثارت جهود إنقاذ المفقودين الاهتمام في جميع أنحاء تايلاند كما شاركت فيها فرق أجنبية. شاهدينا أنباء الحصاد من أونلاين مستمرة، انتظرونا بعد دقائق من الآن. شاهدينا الكرام، عودة إلى أنباء الحصاد. وفي سياق الحصاد مرة أخرى، قال الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز عقب مباحثاته مع نظيره الفرنسي مانويل ماكرون إن دول الساحل الخمس أقامت قوة مشتركة لمحاربة الإرهاب في المنطقة، وأعرب عن شكره لفرنسا لدعمها تلك القوة. من أجل مواجهة تحديات الإرهاب وانعدام الأمن والتنمية في الساحل، قامت دول بوركينا فاسو وموريتانيا ومالي والنيجر وتشاد بإنشاء مجموعة الخمس في الساحل التي أصبحت تمثل في وقت سريع جدا إطارا ناجعا لتنسيق مخططات التنمية الشاملة في المنطقة ومحاربة الإرهاب والجريمة المنظمة والتهريب والاتجار بالمخدرات. وقد قدمها الرئيس ماكرون في وقت مبكر دعمه لمجموعة الخمس في الساحل من خلال دعوته إلى إنشاء تحالف من أجل الساحل. وعملت فرنسا إلى جانب جهودنا الدبلوماسية المكثفة في إطار مجلس الأمن من أجل أن يصادق على قرار لدعم القوة المشتركة لمجموعة الخمس في الساحل. ومن جانبه أكد الرئيس الفرنسي أن فرنسا والاتحاد سيظلون دائما جاهزين للمساهمة في تمويل القوة العسكرية المشتركة لمجموعة الساحل الخمس. أشدد التزام فرنسا وجميع البلدان الأعضاء بالعمل على مواصلة محاربة الظلامية وما يقوم به معتنق التطرف من أعمال بشعة. أول ضحايا الأفارقة أنفسهم وكل الشعوب التي تعاني مآسي وويلات التطرف. هنا أثمن عاليا الجهود التي بذلها رئيس الجمهورية السيد محمد بن عبد العزيز من أجل القضاء على الإرهاب في موريتانيا. قال بول كيجامي رئيس الاتحاد الافريقي ان القمة الافريقية في موريتانيا احرزت تقدما في عدة موضوعات منها الموازنة والاصلاح المؤسسي والصحة وتمكين المرأة. لقد احرزنا تقدم جيد بشأن الموازنة، امن الاصلاح المؤسسي، الصحة، تمكين المرأة، الشراكات الدولية والمكافحة ضد الفساد بين امور اخرى. نحن ندير عمل قمتنا بشكل أكثر كفاءة وإنتاجية ونتناول القضايا الأقصى أولوية القصوى لقارتنا، وسوف نستمر في التحسين على وجه الخصوص بإدارة الوقت والإنتاجية. المزيد معنا عبر الهاتف من نواكشوط السيد نجيب طويل العمر رئيس تحرير وكالة أخبار موريتانيا. سيد نجيب أهلا بك. منذ قليل صدر البيان الختامي للقمة 31 للاتحاد الإفريقي
أهم ملامح هذا البيان؟ في الحقيقة كما شرط في التقرير اختتمت القمة مساء اليوم، وقطغ في البداية قطغ على هذه القمة الجانب الأمني بعد العملية التي وقعت في شمال مالي، وكذلك حضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. بالتأكيد هذه القمة كما هو معلن ناقشت العديد من المواضيع، من بينها ملف الفساد في إفريقيا، وكذلك العملية التي جرت في شمال مالي واستهدفت جنودا فرنسيين من قوة برخان في منطقة غاوا. وقال الرئيس الفرنسي بأن هذه العملية مست الأمن في منطقة الساحل، وأنها ستكون على أولويات قمة الاتحاد الإفريقي بعدما حذرت موريتانيا من إخفاق الأمن الإقليمي في مواجهة العنف الجهادي. وأكد الرئيس الموريتاني محمد ود عبد العزيز أن هذا التفجير استهدف قوة الساحل. نعم سيد نجيب، سنصل إلى تفاصيل هذا الموضوع بالنسبة لدول الساحل الخمس ودور الرئيس الفرنسي وما صرح به مع الرئيس الموريتاني في مؤتمرهما الصحفي، ولكن اسمح لي، هل هناك ملامح تملكها بالنسبة للبيان الختامي؟ نعم، بالنسبة للبيان الختامي، البيان الختامي تحدث عن عدة أمور شملت مختلف فيها، كان هناك عدة توصيات في مختلف الملفات البارزة في القارة الإفريقية. نعم. وهي الملفات التي تم نقاشها خلال جلسات كالجلسات المغلقة طيلة اليومين الماضيين. من أهم هذه الملفات كان الملف الليبي، حيث أوصل المشاركون في القمة بضرورة مواصلة جهود الاتصالات اللجنة الرافعة في المستوى المعين بليبيا مع أصحاب المصلحة الليبيين والجهات الفاعلة الدولية بهدف التوصل إلى توافق واسع للآراء. ولكن يجب أن نشير سيد نجيب، يجب أن نشير إلى أن السيد فايز السراج انسحب غاضبا وأعلن عن إلغاء قمة الحوار أو قمة الجوار الليبي، وانسحب السراج نظرا لعدم تضمين البيان الختامي للأحداث في الموانئ النفطية، وكذلك إذا السيد حفتر. صحيح، وفعلا السراج انسحب كما أشيع هنا، رغم جهات في موريتانيا تنفي أن يكون الوفد الليبي قد انسحب، لكن ما يتم تداوله هنا في العاصمة نواكشوط أن السراج قد انسحب غاضبا نظرا لعدم إدانة الأحداث التي شهدها الهلال النفطي في ليبيا، لكن ذلك لم يمنع القمة الإفريقية أن تدرج القضية الليبية في بيانها الختامي، وأكدت على ضرورة مواصلة الجهود والاتصالات بين الأطراف الليبية للوصول إلى توافق بين الآراء يعيد لليبيا استقرارها وأمنها. نعم، يعني ربما من خلال محاور القمة، سواء مكافحة الإرهاب ومكافحة العنف وسط إفريقيا والمرأة، بالإضافة إلى طبعا موضوع الهجرة غير الشرعية، أعتقد أنه يعني هذه الموضوعات ربما تمثل الملمح الأساسي للبيان الختامي. ولكن ماذا عن الإصلاح المؤسسي للاتحاد؟ هذا الموضوع بالتأكيد لقي اهتماما من القادة الأفارقة، رغم أنه لم يدرج في البيان الختامي، لكن الأطراف المصادر القريبة من المؤتمرين أكدت أن هذا الجانب أخذ حيزا كبيرا، وقدمت كل دولة نفسها نموذجا للإصلاح الذي يجب أن يحتذى. كل رئيس دولة، كل وفد هنا تحدث عن النجاح الذي حققته بلاده واعتبره نموذجا يحتذى، واتفق على ضرورة إيجاد إصلاحات في الاتحاد، في دول الاتحاد الإفريقي، وكذلك في هرم المؤسسة الإفريقية. أيضا سيد نجيب، ماذا عن اتفاقية التجارة الحرة قاريا، وما هي يعني لو هناك ملامح لهذه البنود؟ يعتقد أن هذا قد يكون هذا هو الأمر الوحيد الذي خرجت به هذه القمة، أو النجاح الوحيد الذي أشار الرئيس الرواندي إلى أن القمة قد توصلت إليه، حيث قبلت عدة دول التوقيع على هذا الاتفاق،
يحتمل ان ياخذ حيز التنفيذ في القمه القادمه، اي ان يخرج عن اطاره اطار الكلام الى حيز الفعل. الرئيس الرواندي في كلمته بمناسبه اختتام القمه الافريقيه اشار الى ان 5 اعضاء جدد وقعوا على هذه الاتفاقيه، واعتبر بان وكذلك اشار بان دوله اخرى وهي غينيا يتوقع ان تنضم الى الاتفاقيه في الاسبوع المقبل. شكرا جزيلا سيد نجيب طويل العمر، رئيس تحرير وكاله اخبار موريتانيا، معلقا على مؤتمر الاتحاد الافريقي في دورته 31 الذي عقد في نواكشوط العاصمة الموريتانية، وأشار إلى ملامح البيان الختامي لهذه القمة. شكرا جزيلا. وصل الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى سويسرا في جولة أوروبية تشمل أيضا النمسا لحشد دعم للاتفاق النووي. وفي تصريحات له قبيل مغادرته طهران، قال روحاني إن الزيارة ستكون فرصة للتباحث بشأن مستقبل الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي، معربا عن أمله في أن يقدم الاتحاد مقترحات بشأن الاتفاق خلال الأيام المقبلة. وتأتي الزيارة بعد نحو 2 شهر من انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشكل أحادي من الاتفاق في خطوة أثارت حفيظة باقي الدول الموقعة عليها. وعلى الصعيد الداخلي، اندلعت اشتباكات بين قوات الأمن الإيرانية ومتظاهرين جنوب غرب البلاد احتجاجا على تلوث المياه. وقد ذكرت وسائل إعلام رسمية أن قوات الأمن فرقت حشدا قالت إنه كان يقوم بالإخلال بالأمن العام في مدينتي خرم شهر وعبدان والواقعتين في محافظة خرسات. هذا ولم تتحدث الوكالة عن وقوع إصابات بين المتظاهرين، لكنها أشارت إلى أن تلوث المياه في المدينتين قد أشعل عدة تظاهرات خلال الأيام الأربع الأخيرة. أعلن الكرملين أن رئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب لن يناقشا خلال القمة المقرر انعقادها في 16 من الشهر الجاري أزمة جزيرة القرم التي ضمتها موسكو من أوكرانيا عام 2014. وأضاف المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن بوتين أعلن مرارا أن القرم لن تكون على جدول المحادثات باعتبارها جزءا لا يتجزأ من روسيا. وكان ترامب أعلن السبت الماضي رفض استبعاد قبوله ضم روسيا للقرم، الأمر الذي قد يتسبب في استياء الحلفاء الأوروبيين قبيل قمة حلف شمال الأطلسي المقررة في 11 من يوليو الجاري. حذر الاتحاد الأوروبي واشنطن من أن تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم على واردات السيارات الأوروبية قد يضر بالاقتصاد الأمريكي بشكل كبير ويدفع إلى ردود انتقامية قوية. كما هدد ترامب بفرض رسوم نسبة 20% قد يتم تطبيقها خلال الأشهر المقبلة على واردات السيارات الأوروبية، مبررا ذلك بمخاوف يشكك كثيرون بمدى صحتها تتعلق بالأمن القومي. ويعد تهديد ترامب الحلقة الأخيرة في سلسلة حرب تجارية متصاعدة فرض الاتحاد الأوروبي بموجبها رسوما على منتجات أمريكية، وذلك ردا على رسوم ترامب على صادرات الحديد الصلب والألمنيوم الأوروبية. أعلن المعهد الوطني الانتخابي في المكسيك فوز المرشح اليساري مانويل لوبيز أوبرادور برئاسة البلاد، وحصل أوبرادور على ما يقرب من 53% من أصوات الناخبين في الاقتراع الرئاسي، بينما جاء المرشح المحافظ ريكاردو أنايا في المركز الثاني حيث حصد نحو 22% من الأصوات. هذا وقد أنهى الرئيس الأمريكي الرئيس المكسيكي الجديد لوبيز أوبريدور بعد فوزه الكبير الذي حققه للمرشح حققه في الانتخابات الرئاسية المكسيكية. وخلال تغريدة على تويتر أبدى ترامب استعداده للتعاون مع لوبيز، مؤكدا ضرورة العمل تجاه مختلف القضايا لتحقيق المصلحة العامة للبلدين. خلال مؤتمر صحفي له أثناء لقائه برئيس الوزراء الهولندي، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه أكد لنظيره المكسيكي الجديد أن الانتخابات كانت أفضل من سابقتها، مشيرا إلى تعزيز التعاون بين الجانبين في جميع المجالات خاصة الحدود. In the morning, during the morning, I interviewed and met with
أجريت مقابلة هذا الصباح مع 4 قضاة كبار من المحكمة الدستورية العليا، وهم أشخاص رائعون ومتميزون سواء من الناحية الأكاديمية أو الجوانب الأخرى. وقضيت أوقاتا مثمرة من صباح اليوم سواء في محادثتي الهاتفية مع الرئيس المكسيكي المنتخب، والذي أعتقد أنه سيعمل معنا بصورة جيدة فيما يتعلق بالحدود، خاصة أن لدينا قوانين سيئة جدا تتعلق بإدارة الحدود وقوانين الهجرة، وهذه القوانين هي الأضعف في العالم ومسار سخرية الجميع. فالمكسيك لديها قوانين هجرة قوية وتستطيع مساعدتنا لحين تشديد القوانين الأمريكية التي ظلت سيئة لسنوات بل عقود طويلة. ولكن لقائي بالقضاة 4 كان رائعا، وسألتقي أيضا بقاضيين أو 3 آخرين، وسنتخذ قرارات تتعلق بالمحكمة الدستورية العليا والقوانين الجديدة للعدالة التي سنتخذها خلال الأيام القليلة القادمة. وسأعلن عن رئيس المحكمة الجديد يوم الاثنين المقبل، وأعتقد أن الشخص الذي سيتم اختياره سيكون شخصا رائعا. أعلن وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر مساء أمس أنه توصل إلى اتفاق مع المستشارة الألمانية أنجلا ميركل حول السياسة الواجب اتهاجها للحد من الهجرة غير الشرعية، في خطوة من شأنها أن تنقذ الائتلاف الحكومي الهش الذي كاد أن يسقط بإعلان الوزير عزمه الاستقالة من منصبه. وقال زيهوفر للصحفيين أنه تم التوصل إلى اتفاق بين الاتحاد المسيحي الديمقراطي بزعامة ميركل وحزب الاتحاد الاجتماعي بزعامته حول إجراءات للحد من تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى البلاد. هذا فيما تزال موافقة الشريك الثالث في الائتلاف الحاكم الحزب الاشتراكي الديمقراطي مطلوبة حتى يدخل الاتفاق حيز التنفيذ. ولمزيد من إثراء الحديث أكثر معنا من برلين الآن السيد عبد الرحمن عمار الكاتب والمحلل السياسي. مرحبا بك أستاذ عمار. الحديث الآن عن عدة نقاط، النقطة الأهم فيها هي يعني أزمة المهاجرين، ما بين يعني ضمان العيش الآمن لألمانيا حسب قول وزير داخليتها زيهوفر، وكذلك حل أزمة اللاجئين حسب قول ومساعي أنجلا ميركل، وأيضا استقبال أسبانيا لهؤلاء المهاجرين غير الشرعيين، ورفض إيطاليا وترحيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بهذا الرفض. إذن كيف يمكن وضع سياسة موحدة حتى على الأقل من قبل الاتحاد الأوروبي لحل أزمة المهاجرين غير الشرعيين؟ بداية يمكن وصف الاتفاق الذي تم توصل إليه اليوم بين ميركل ووزير داخليتها بأنه محاولة لحفظ ما وجه الوزير، لأن الاتفاق حول إنشاء مراكز عبور ومراكز لإيواء اللاجئين لتوزيعهم ودراسة طلباتهم هو مطلب الذي كانت ترفعه ميركل مع الشركاء الأوروبيين. وزيهوفر الآن يريد إنشاء مراكز جديدة على الحدود الألمانية، وهناك سيتم إرجاع اللاجئين الذين تم تسجيلهم في أماكن أخرى. نجاح كل هذا يرتبط بقبول دول أوروبا الأخرى التي انطلقوا منها باستقبالهم، وأيضا يرتبط باستعداد دول المصدرة للهجرة، مثلا التي تعد من بين النقاط المفضلة كشمال إفريقيا بالتعاون بهذا الصدد. يعني نظريا هو مطروح، ولكن تفعيله سيتطلب الكثير من الوقت والكثير من التنازلات لحكومات باقي الشركاء الأوروبيين. نعم، يعني سيد عبد الرحمن يعني يفهم من حديثك بأن أزمة المهاجرين لا تقرر مصير ميركل فقط بل مصير الدول الأوروبية. الحديث الآن عن أنه هناك بعض الدول التي رفضت استقبال المهاجرين وبعض الدول الأخرى التي لا نستطيع القول بأنها رحبت، ولكن على الأقل إنسانيا قد قبلت واستقبلت هؤلاء المهاجرين. الحديث أيضا مع هذه الدول التي تصدر أو الدول تحديدا التي تعاني من ويلات الحروب أو الفقر أو غيرها من باقي المسائل الأخرى الكثيرة، كيف يمكن التوافق والتوصل إلى حل يجمع هؤلاء ما بين الدول التي تستقبل هؤلاء المهاجرين وبين الدول التي يخرج منها هؤلاء المهاجرين؟ هناك الكثير من الدول داخل الاتحاد الأوروبي صراحة لا
لم تلتزم بمبدأ المحاصصة وتوزيع اللاجئين داخل أراضيها، والكل يعرف أن لا إيطاليا ولا اليونان ولا إسبانيا لوحدها تستطيع إيواء عشرات أو بل مئات اللاجئين الذين والمهاجرين الذين يتدفقون عليها كل شهر. ثانيا، هناك أصوات تقول بأن الحل ليس في إقامة مراكز لإيواء اللاجئين بل دعم الاستقرار في الدول المصدرة. هذه هي النقطة التي أتحدث عنها سيد عبد الرحمن. إذا أردنا أن نعطي الدواء لابد أن نشخص الداء أولا، لابد من حل هذه الأزمات في هذه الدول التي تصدر أو التي يخرج منها هؤلاء المهاجرين. كيف يمكن التوصل إلى حل؟ هناك رغبة في التواصل مع الدول الإفريقية بالدرجة الأولى، وهناك أيضا أصوات تنادي بضرورة تسريع مسلسل الإصلاح في ليبيا، لأن ليبيا هي من بين نقاط انطلاق زوارق المهاجرين بشكل غير قانوني إلى أوروبا. وهناك أيضا أصوات تقول بأنه يجب خلق فرص للشغل ودعم اقتصادات تلك الدول، خصوصا الدول الفقيرة التي تعاني إما من مشاكل سياسية أو من مشاكل المناخ والطبيعة. يجب أن يكون هناك حل شامل، والتفكير فقط في مراكز إيواء اللاجئين ربما يؤجل الأزمة إلى بعد إلى يعني بضع سنوات فقط. نعم سيد عبد الرحمن، يعني نتحدث بشكل تفصيلي عن الأزمة التي نشبت في ألمانيا بين أنجلا ميركل وبين وزير داخليتها زيهوفا. يعني هل نجحت ميركل بما وصلنا إليه الآن في كبح جماح وزير داخليتها وحفاظا على ماء وجهه كما ذكرت في معرض حديثك؟ هما يبدو أنهما ربحا هذه المرحلة بالتنازل، وكل طرف يريد حفظ ماء الوجه للآخر. ولكن التنازل الأكثر بدأ لوزير الداخلية. صحيح، ولكن حتى ميركل تبدو الآن بأنه لم تعد تلك المستشارة القوية التي تمسك بزمام الأمور والآمرة الناهية، وأصبح كل طرف يمكن أن يخلق لها المشاكل، وهي تواجه منذ فترة تشكيل الحكومة صعوبات كثيرة وهي لا تنتهي. وثقة الألمان الآن في التحالف الحكومي ككل يتراجع، لأنه يبدو غير منسجم وغير قادر على تدبير المرحلة. والمستفيد هنا من هذا الصراع هو اليمين الشعبوي الذي يطرح نفسه كبديل. نعم، يعني نستطيع القول بأن يعني أنجلا ميركل استطاعت أن تذيب الجليد فيما بينها وبين وزير داخليتها زيهوفا. نشكر السيد عبد الرحمن عمار الكاتب والمحلل السياسي، كان معنا من برلين. إذن مشاهدينا الكرام، الحصاد ما زال مستمر. بعد هذا الفاصل نعاود مرة أخرى. أهلا بكم من جديد بعد هذا الفاصل. مشاهدي الكرام، نواصل أنباء الحصاد من أوضاعي. بحث رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مع المدير التنفيذي للبنك الدولي ميرزا حسن سبل تعزيز التعاون الثنائي بين الحكومة والبنك. وأكد رئيس الوزراء تطلع مصر إلى مزيد من التعاون من البنك في عدد من البرامج التنموية، كما شدد على حرص الحكومة للاستمرار في بذل المزيد من الجهود التي تسهم في تحسن مستوى المعيشة للمواطن. من جانبه أشاد المدير التنفيذي بالبنك الدولي بالخطوات الجريئة التي اتخذتها مصر للإصلاح الاقتصادي، كما أكد دعم البنك لمصر من أجل الاستمرار في تنفيذ خطوات الإصلاح الاقتصادي. نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء مجموعة من الشائعات التي تم تداولها الفترة الأخيرة على شبكات التواصل الاجتماعي، كما أهب بالمواطنين الإبلاغ عن أي معلومات مغلوطة عبر رقم بوابة الشكاوى الحكومية 16528، وذلك على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع. We'll be right back.
أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قرارا بتحديد 12 مناسبة تعطل فيها الوزارات والمصالح الحكومية. كما حدد القرار الوزاري 5 مناسبات يتم الاحتفال بها ولكن بدون أي تعطل للوزارات والهيئات العامة. وقد أسند القرار لوزير القوى العاملة تحديد العطلات للعاملين بالقطاع الخاص التي يستحق العاملون بها إجازة بأجر كامل. غادر وزير الدفاع والإنتاج الحربي القائد العام للقوات المسلحة الفريق محمد زكي إلى العاصمة الفرنسية باريس على رأس وفد عسكري رفيع المستوى في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام. ومن المقرر أن يبحث القائد العام خلال الزيارة مع كبار المسؤولين العسكريين سبل تعزيز التعاون العسكري المشترك في ضوء العلاقات المتميزة التي تربط القوات المسلحة لكلا البلدين في العديد من المجالات. كما يناقش خلال الزيارة عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك لكل من مصر وفرنسا على الصعيدين الإقليمي والدولي وتطورات الأوضاع بمنطقة الشرق الأوسط. وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار تنظيم المناقصات والمزايدات وإحالته إلى لجنة الخطة والموازنة لضبط صياغته. كما وافق مجلس النواب على تعديلات قانون الضرائب على الدخل التي تجيز فرض ضريبة على إجمالي قيمة التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي للبناء. كما وافق على تعديلات قانون الجمارك التي تقضي بإعفاء مؤقت من الضريبة الجمركية للسلع والمواد الأولية ومستلزمات الإنتاج والمكونات المستوردة. أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن فتح باب التقدم للمدارس المصرية اليابانية وذلك من خلال موقعها الرسمي. وقالت الوزارة إن المدارس المصرية اليابانية تسعى إلى تطبيق النموذج الياباني من الأنشطة التعليمية توكاتسو والذي يعني التنمية الشاملة للطفل من جميع الجوانب مما يساعد على خلق مواطن صالح للمجتمع. انطلقت بالأمس فعاليات مؤتمر العريش الشعبي برئاسة محافظ شمال سيناء عبد الفتاح حرحور وذلك من مقر المدينة الشبابية على ساحل مدينة العريش. وقد شارك في الحضور قيادات ورموز من أهالي شمال سيناء بالإضافة إلى رؤساء النقابات المهنية وعمداء كليات جامعة العريش وممثلي الجمعيات الأهلية. وخلال كلمته بالمؤتمر أعرب رئيس قطاع تأمين شمال سيناء ممدوح جعفر عن تقدير كافة قيادات الدولة لدور وجهود أهالي شمال سيناء في معاونة الأجهزة الأمنية لتطهير البلاد من الإرهاب. كما أشار جعفر إلى أن هدف الدولة الرئيس هو القضاء على الفكر التكفيري وجذوري. كما أكد قدرة أجهزة الأمن على المواءمة بين عودة الحياة لطبيعتها والضرورات الأمنية. توجهت أمس وزيرة الهجرة نبيلة مكرم إلى قبرص للقاء المفوض الرئاسي للشؤون الإنسانية والقبارص المغتربين ونائب وزير الخارجية اليونانية. ومن المقرر أن يبحث الاجتماع الثلاثي التحضير للنسخة الثانية من مؤتمر إحياء الجذور للشباب المصري واليوناني والقبرصي. وقالت مكرم إن النسخة الأولى من مؤتمر إحياء الجذور فتحت المجال في تدعيم العلاقات الاقتصادية والسياحية بين الدول الثلاث. ومن جانبه أوضح وزير الخارجية اليوناني أهمية هذا اللقاء الثلاثي للتشاور حول ملامح النسخة الثانية من المؤتمر بهدف توطيد العلاقات بين شباب الدول الثلاث. وقد عقدت النسخة الأولى من مؤتمر إحياء الجذور بمصر في نهاية أبريل الماضي. هذا ينتهي حصاد الليلة من أونلايف. ولن يتبقى إلا التذكرة بأهم العناوين. السيسي يوجه برفع كفاءة شبكة السكك الحديدية والطرق وتطوير المنظومة التأمينية لمواجهة المخاطر الناجمة عن الحوادث. 49 عضوا بالاتحاد الافريقي يوقعون على اتفاقية التجارة القارية الحرة. وزير الداخلية الألماني يتراجع عن استقالته بعد التوصل إلى اتفاق مع حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي بزعامة ميركل.
شكرا لكم وإلى اللقاء. لقاؤنا على رأس الساعة.